شفت كأس العالم ازاي؟ افتتاح عامل ازاي؟ تنظيم عامل ازاي؟ كأس العالم في الشرق الأوسط أول مرة يحصل بالشكل ده، إمكانيات ضخمة كبيرة جدا، شايف كأس العالم لحد النهاردة ازاي؟ طبعا مستمتعين طبعا، لكن انا بالنسبه لي طبعا تنظيم ولا اروع طبعا من قطر، لكن بالنسبه لي حزين طبعا على مستوى الفرقه كقطر، لفريق قطر طبعا كنت اتمنى اللي هم يبقوا احسن من كده شويه في الصوره، لكن هم واضح انه عندهم عدم يعني ما كانش جاهزين للبطوله الإدارة ولا بشكل الفنية، خلي بالك طبعا يعني ولا أنا شكل بالنسبة لي بالظبط، ولا المدير الفني ذهني صعب ولا أوي. فني ولا اي حاجه، كانوا في مشكله كبيره جدا طبعا مع المدير الفني، كان موجود معاهم مش ظاهر بشكل كويس للعيبه، ما عارف ولا عارف بعد اول ماتش اللي هو يهيئ اللعيبه حتى ذهنيا او نفسيا او فنيا حتى في الماتش، فكل الدنيا كل شويه شافتهم في الملعب كان عامل ازاي، لكن يمكن الحاجه الوحيده اللي انا الواحد متاثر بيها وواحد زعلان عليها طبعا ان ظهور قطر بالشكل دوت كفريق، كنا لكن نتمنى لهم بصراحة ان هم اكيد يظهروا طبعا بعد التنظيم الرائع ده وبعد الشكل العظيم ده، ان فرقة الكورة او المنتخب الفرقة بتاعته تأدي اداء افضل من اكيد كده، ولكن ان شاء الله نتمنى لهم طبعا خير في القادم. اكيد ان شاء الله طبعا. المنتخبات طبعا العربيه الثانيه مؤديه بشكل كويس، المغرب او السعوديه ماشيه بشكل كويس جدا، وتونس طبعا بتمنى لها التوفيق طبعا في الماتش اللي شغال. لكن في غيابات، في تحس ان في غيابات في البطوله، في نجوم مش موجودين في البطوله، فتحس ان في حاجه ناقصه صراحه في البطوله كفرق، يعني كفرق كل فرقه ناقصه نجم، كمحمد صلاح مش موجود، ماني مش موجود، في كتير قوي مش موجودين في نجوم اللي انت كتير قصدك متعود اللي يعني في انت كاس بتشوفهم العالم؟ طبعا مش موجودين، لكن بنتمتع برضو بالماتشات اللي موجوده، في فرق مأديه بشكل كويس، البرتغال مأديه بشكل كويس جدا، البرازيل مأديه بشكل كويس، فرنسا، لكن البطوله ديت في فرق برضو ظاهره، ايران ظاهره بمفاجاه بالادائهم، تاني واليابان ماتش يعني اول ماتش طبعا، واليابان كان طبعا مفاجأة صعبة قوي، كانت 6-2 من منتخب انجلترا بيخسروا، بس تاني ماتش قدروا يحققوا فوز بالظبط مهم على ويلز. اكيد طبعا مستمتعين بصراحه لغايه دلوقتي، لسه الادوار اللي جايه هتلاقي متعه اكتر طبعا، وبنتمنى ان احنا نلاقي البطل الحقيقي اللي احنا عايزينه بصراحه في البطوله دي.